سواء ما نواجه من ارهاب على يعني الساحه المحليه بتغذيه من ايران بشكل واضح وفاضح، او ما نواجهه في اليمن كما تفضلت، هو يعني وجهان لعمله واحده. هناك مخطط ايراني فارسي لم نعشه فقط في هذه الاشهر القليله الماضيه، وانما منذ انطلاق الثوره الخمينيه الطائفيه في 79 ميلاديه من القرن الماضي، ونحن نواجه هذا الشر داخل محيطنا الخليجي العربي. رأينا حروب، رأينا صراعات، رأينا حركات إرهابية تغذى من قبل النظام الإيراني، وهذا لا يزيدنا إلا إصرارا لمواجهته، لأن هناك يعني تماسك داخل دول مجلس التعاون بالنسبة لمستوى الشعوب مع قيادتها، ونحن نعلم بأن الشر يأتي من مصدر واضح ومفضوح أمام العالم. أصبح الآن الحوثي وجماعة الإرهابية وصالح المخلوع مدعوم من إيران، أين سيأتون بكل هذه التجهيزات وهذه الأسلحة وهذه الأطماع الغير صحيحة بالتدخل بالدول الخليجية، غير أن يكون هناك لهم دعم من قبل هذا النظام الإيراني؟ ونحن يعني موقفنا ثابت من هذا النظام، إذا كانوا يريدون حسن الجوار فليبدأوا بالعمل بشكل واضح وبطريقة عملية، وليس فقط من خلال أقوال وتصريحات فارغة تأتي من هنا وهناك من قبل المسؤولين الإيرانيين، ولا نرى أفعال على أرض الواقع في هذا الخصوص.